نيافة الحبر جليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، حصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بترجمة الرسالة وطبعها ونشرها. أنا حابة أقول لسيدنا ألف ألف مبروك سيدنا على الرسالة وعلى الماجستير وعلى الدرجة والمرتبة الحلوة دي. دايما تعيش وتعلم كل أولادك مزيد من كتابات ومن أفكار ومن علم ومن حب ومن احتواء ومن حاجات كتير جدا جدا لسيدنا الأنبا رفائيل. الحقيقة هقول لحضراتكم برضو تفاصيل الخبر، أنه حصل نيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة على درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية من جامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بنيويورك. موضوع الرسالة تدبير الخلاص كتابيا وأبائيا وليتورجيا وقانونيا. لجنة المناقشة كانت برئاسة الأستاذ الدكتور القمص إبراهام عزمي، عضوية الأستاذ الدكتور بنيامين المحراي، الأستاذ الدكتور فايز سدراك، الأستاذ الدكتور جرجس بشرة. رسالة قوية جدا جدا، مناقشة على مدار 4 ساعات بتفاصيل مع كل أساتذة الجامعة، كل واحد في تخصصه مع سيدنا. التوصية كمان بطبع الرسالة إن شاء الله كمان تكون سبب بركة ووعي وفهم ودراسة لناس كتير. احنا معانا دلوقتي أتسابونا القمص إبراهام عزمي، عميد جامعة هولي صوفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بولاية كونتاكت بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا أتسابونا، ونقبل الآيات. سلام 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 ونعم سيدنا. احنا بنبارك لنفسنا وبنبارك لكنيستنا طبعا بحصول سيدنا الأنبا رفائيل على درجة الماجستير، لكن طبعا يعني بصفة يعني قدسك المؤسس للجامعة هناك أو للكلية هناك، فحابة أعرف برضو من قدسك تفاصيل أكتر عن الترتيبات لمناقشة سيدنا للرسالة بتاعته. حاضر. هي يعني مع وجود طبعا النهضه الكبيره اللي بيقودها صاحب القداسه البابا المعظم الانبا قابوس الثاني، رئيس كل الجامعات والمعاهد القبطيه الارثوذكسيه في كنيستنا القبطيه، وايضا رئيس جامعه هولي صوفيا ونائبه نيافه الانبا ديفيد، في كده وعي عام على انه يكون هناك دراسات كثيرة. أيوة. رجوعا إلى فكر الآباء في كنيستنا القبطية، ولذلك إنه كان يعني الدراسات اللي تقدم لابد إنه دايما ترجع للفكر الآبائي الصحيح اللي استلمته الكنيسة. وعامة في جامعة هولي صوفيا لما حد يعني بيبقى عليه تقديم رساله فلابد ان هي لها معايير معينه بتكتب بيها، معايير اكاديميه ومعايير التوثيق، وبعد كده لابد بعد المراجعات بيتم مناقشه علنيه من اعضاء لجنه التحكيم او لجنه المناقشه والابداء ملاحظات قبل النشر. ومن هنا دخلت يعني فكرة انه يعني حتى الرسالة لابد انه يتم مراجعتها في كل موادها بالاباء او بمعنى اصح الاساتذه المتخصصين كل واحد في مجاله. الاساتذه دول اتسابونا الاساتذه دول بيبقوا من الجامعه هناك في نيويورك، ومن الاساتذه والاباء كمان اللي هنا في مصر. انا يعني عارفه ده ممكن يبقى عن طريق الانترنت او اونلاين يبقى فيه كمان اثناء المناقشه. بالظبط ده اللي حصل مع رساله الأنبا رفائيل. ثلاث اساتذه يعني موقرين موجودين اصلا في مصر. أيوة. بيدرسوا في القسم العربي او بنسميه العربي كامبس اللي هو موجود مقره في القاهره في مصر. وعندنا الانجليش كامبس اللي هو مقره بيبقى في كنابيكت ولايه كنابيكت في الولايات المتحده. فالثلاثه الاساتذه دول موجودين في مصر، واللي هم طبعا كانوا اساسيين في مناقشه الرساله.
تمام. أبونا أنا يعني عايزة برضو الناس تعرف أكتر عن جامعة هولي صوفيا ودورها زي ما قدسك ذكرت دلوقتي، وطبعا إحنا في مصر هنا وبرعاية قداسة البابا كتير من المعاهد الكلية الإكليريكية اللي هي بتساهم في الدراسات اللاهوتية والأبائية والليتورجية وغيرها، لكن هل ممكن الدمج ده يعني ممكن يكون في هنا مثلا فرع الجامعة هولي صوفيا مثلا، أو يعني إيه الخطوات أو إزاي ممكن تساهم أكتر كمان، ولو اللي حابب يدرس في الجامعة من الناس والشباب هنا في مصر من الدارسين إزاي ممكن يتواصل؟ أي هو طبعا زي ما قلت لحضرتك إنه في نهضة علمية كبيرة بدأتها قداسة البابا الأنبطولوس الثاني، وبناء على يعني النهضة الجميلة دي إحنا فكرنا في إنشاء جامعة تبقى أونلاين. أيوة. يعني هي كلها اونلاين 100%. يعني ايه معنى ان هي تبقى اونلاين؟ هو بتمشي بالنظام اونلاين الامريكي اللي هو عباره عن ان كل كورس يتاخد على مدى 8 اسابيع بس، وده بيتسمى موديول مش تاني. أيوة. 8 اسابيع باجمالي 9 موديول في السنه، و الثمان اسابيع بتوع كل كورس ده بيتاخد فيهم يخلص فيهم الماده الكورس. كل اسبوع ليه حاجات متخصصه، قرايه معينه، ليه كتابه اكاديميه معينه، كتابه بحثيه، كتابه جورنال، وليه مناقشه بتتم على حاجه اسمها السبوره الالكترونيه. السبوره الالكترونيه دي اللي بتقابل فيها الاساتذه مع الطلبه، والدارس يخش يشوف كل حاجه اونلاين على السبوره الالكترونيه دي، يقدر يقدم واجباته، يشوف مصروفاته، يشوف اوراقه كلها، يشوف درجاته، يتعامل مع الاستاذ، والاستاذ يخش في اي وقت يكتب ملاحظاته، الدارس يخش في اي وقت يقدم واجباته، الحاجه بتصحح في معايير معينه للكتابه الاكاديميه لازم تتعامل بيها. احنا بنركز جدا على القرايه والكتابه الاكاديميه مع التوثيق. أيوة. يعني لو الكتابه الاكاديميه مش مظبوطه بترفض الورقه، وبنعلم الدارسين انه يقدم الورقه البحثيه دايما من كل اسبوع في ورقه بحثيه بيقدمها، فلما يجي يعمل رساله الماجستير بتاعته او بنعمه المسيح الدكتوراه، يعني خلاص بنعمه المسيح ليها، يبقى هو واخد على السيستم، واخد على ازاي الحاجه تتكتب، ازاي الورقه البحثيه وازاي تكون موثقه وكده يعني. تمام. طيب وعلى هذا الاساس يعني بيتم تقديم الواجبات واستلام الواجبات والتفاعل ما بين الاستاذ وما بين الدارس. طيب هل في شروط معينه قدس ابونا لو يعني اللي بيسمعونا دلوقتي وان شاء الله يكون في دراسه بنظام الاونلاين الكامل زي ما قدسك قلت دلوقتي، ايه الشروط اللي هتكون للي حابب انه يلتحق بالجامعه؟ سؤال جميل. هو الويب سايت بتاع الجامعه هولي صوفيا دوت يونيفرستي، هولي صوفيا دوت يونيفرستي. ايوه. وفي ابلكيشن، هيلاقي ابلكيشن الانجليزي ده للدراسات اللي باللغه الانجليزيه، او بالعربي للدراسات باللغه العربيه، وبنعمه المسيح قريبا هيبقى في لغات ثانيه بعد الابرشيات في الخارج هتبتدي تحط الكليات بتاعتها عليها ايضا. فعندنا مثلا في اللغه الانجليزيه يبقى في عندنا كليه اللاهوت باللغه الانجليزيه وعمتها الاستاذ دكتور ستيفن معوض. أيوة. كليه التعليم المسيحي عمتها ضعفي، كليه المشوره المسيحيه عمتها الاستاذ دكتور عادل حليم ودي باللغه العربيه، وكليه اللاهوت القبطيه الاورثوذكسيه باللغه العربيه عمتها الاستاذ دكتور عادل انيس، وكليه الدراسات الكتابيه الاورثوذكسيه عمتها الاستاذ دكتور فايز سدراك. فبيخش بيملى الابلكيشن عادي خالص، والابلكيشن بيسال طبعا غير الاسم والعنوان والتليفون وكده، كنيسته ايه واب اعترافه مين. أيه. وخدماته شكلها ايه، وبيقدم على منح او مش بيقدم على منح دراسيه، وبيملى الابلكيشن، بيوصل ابلكيشن على للجامعه. في ناس بتخش يعني بتشوف من الاستاذ بتاع الجامعه انه البيانات دي، تراجع البيانات بتاعته. ايوه. تراجع كل حاجه، وتراجع مصداقيه الابلكيشن، ولما بيقبل الدارس بيقول
بيوصل له ايميل بالتفعيل على السبوره الالكترونيه اللي بيخش عليها ويبتدي هو يشوف، وبنعلمه يكتب ازاي، الكتابه ازاي، الكتابه البحثيه ازاي، كتابه المناقشه، ويعرف مين الاستاذ بتاعه، ويعرف الكورس اللي هو يبتدي فيه. جميل. ويبتدي يخش من الكورس للتاني. المتطلبات لابد يكون حاصل على البكالوريوس علشان ياخد 24 كورس في قبل رساله الماجستير ثم رساله الماجستير. اما مثلا خريجي الكليريكيه بيتخصم منهم 6 كورسات من ال 24 يكون درسهم يبقى ينزل من ال 24 ينزل 18 كورس وهكذا. وبرده خريجي معهد الرعايه او معهد الدراسات بيتخصم برده عدد من الكورسات اقل من 6 كورسات يعني. بنشجع كل انسان للدراسه، وهي فكرتها انه بيجلس في اي وقت من اليوم، اي وقت من الاسبوع، اي يوم من الاسبوع. طبعا دايما الدراسه الاونلاين دي بتسهل كتير. طبعا طبعا اهم حاجه انه يخش يخش اونلاين، يعمل الابلكيشن ويدرس. لابد يبقى عنده انترنت، ولابد ان هو يكون شويه يعرف في الانجليزيه لانه حاجات كتيره باللغه الانجليزيه على منصة الجامعة. إن شاء الله كل الحاجات والتسهيلات دي تشجع كل الناس أو المهتمين بالمجال ده أنهم يقدروا يدرسوا ويدخلوا، ودي الشروط بمنتهى البساطة، وتعيشوا وتعلموا وتقدموا أكتر للناس. وتسابونا القمص إبراهام عزمي عميد جامعة هولي صوفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. بشكرك شكرا جزيلا، وتسابونا مرة تانية بنبارك لنيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل على حصوله على درجة الماجستير بمرتبة امتياز مع مرتبة الشرف، تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. ألف ألف مبروك مرة تانية سيد.